عزيزي المشاهد مرحبا بكم مرة اخري في برنامجكم كلمة الله في برنامج كلمة الله بنتأمل معا وبندرس كلمة الكتاب المقدس بصورة منتظمة متتابعة علشان كلمة الله تتلامس مع ظروفنا مع احتياجاتنا والله يستخدم كلمته تكون سبب تحرير وشفاء وفرح لكل من يسمعها عشان تستفاد من الكلمة اطلب معي الآن إنه الله يتحدث لقلبك وذهنك ويغير ظروفك وظروف المحيطين بك ارفع قلبك معي في صلاة قصيرة علشان الرب يتلامس معك يا إلهنا العظيم نطلب منك يا رب إنك أنت تستخدم كلمتك كلمة الحياة اللي الكتاب قال عنها انها امضى من كل سيف ذي حدين، استخدمها يا رب تشفي اعماقنا واجسادنا وانفسنا وتدينا تحرير وتدينا سلام وفرح، في اسم ابنك يسوع بنطلب واثقين انك استمعت واستجبت امين. نكمل معا حديثنا من انجيل يوحنا اصحاح 17 وعدد واحد. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا هنا يسوع بيتكلم مع تلاميذه قبل أحداث الصلب قبل ما يروح للصليب ويتحكم عليه بالموت ويدفن وفي اليوم الثالث يقام من بين الأموات يسوع بيكلم تلاميذه بيديهم زي الوصيه الاخيره قبل ما يسيبهم تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء ايه اللي اتكلموا ايه اللي قاله يسوع ليهم العدد اللي قبليه على طول قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق يسوع بيدي نصيحه لاولاده قبل ما يسيبهم يقول لهم هتواجهوا صعوبات هتواجهوا اضطهادات ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم يسوع قال له بهذه الجمله قال لهم ثقوا انا قد غلبت العالم يعني ايه؟ يعني هتواجه اضطهادات ولكن لما هتمتلئ من روح المسيح هتمتلئ من روح القدس هتقدر تواجه الاضطهادات اللي انت هتمر بيها. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: ايها الاب قد اتت الساعه هنا يسوع بيصلي ايه اللي ادى يسوع الجرأة والقدرة انه يخوض احداث الصلب بشجاعة انه كان على اتصال دائم بالله الاب، يسوع رفع عينه للسماء وقع واتكلم مع الله الاب، ما هو؟ يسوع هو الله وهو, وهو في ذات الوقت ابن الله آه ويسوع وهو في الجسد آه بيتكلم مع الله الاب وبيطلب صلاة بيقول له قد أتت الساعة مجد ابنك أي ساعة بيتكلم عنها ساعة الصلب ساعة الألام لأنه هو جاي مخصوص عشان هذه المهمة فيسوع في بيرفع عينه للسماء وبيكلم مع الله الآب ويقول له قد أتت ساعة الصلب مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا يعني ايه مجد ابنك يعني بعد ما اخود الام الصلب اديني مكانه العاليه اللي ليا عندك في السماء قبل ما منزل للارض دي معنى مجد ابنك مجد ابنك يعني اديني المكانه اللي ليا عندك في السماء اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياه ابديه لكل من اعطيته مجد ابنك ايضا انه عن طريق الايمان بيسوع الناس تخلص اعطيته سلطان الله الاب اعطى الله الابن سلطان انه يعطي حياه لكل من يقبله وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الحياة الأبدية إزاي أتوصل للحياة الأبدية؟ كل الناس بتفكر في الحياة بعد الأرض. إزاي أوصل للسماء؟ إزاي يبقى لي حياة أبدية؟ فهنا يسوع بيلخصها أن الحياة الأبدية تعرف الله الآب وتعرف ابنه يسوع المسيح. لا تعرفوا معرفة اختبارية عزيزي المشاهد آآ آآ هذه هي الحياة الأبدية ازاي تنال حياة أبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك يعرفوا الله الأب عن طريق اختبار عن طريق اختبار ازاي تعرف الله الأب عن طريق اختبار لما تقبل يسوع المسيح ابنه هتقدر يبقى لك علاقة حية، علاقة وطيدة، في اتحاد بينك وبين الله الآب، اتحاد روحي بينك وبين الله الآب، وبكده يبقى أنت عرفته. اه لما تعرف اه الله الآب ال 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 الإله الحقيقي وحده، ويسوع المسيح الذي أرسلته، يسوع المسيح هو روح من عند الله جاءت وتجسدت في سورة إنسان فهو ابن الله المتجسد عندما تعرف هذه الحقيقة تنال الحياة الأبدية أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته هنا تيجي عزيز المشاهد المسيح جه للأرض لمهمة مهمة إيه؟ مهمة الصلب وأنا مجدتك على الأرض عمل عرف الناس بالله الآب وذهب للصليب بقدميه يسوع ذهب للصليب بقدميه وبموت المسيح على على الصليب وقيامته في اليوم الثالث بكده إنه مجد الله يعني عرف الناس بالله بموت وصلب بصلب وموت وقيامة المسيح المسيح مجد الله الاب يعني خلى الله الاب يتعرف بين البشر. العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. هنا في آه وظيفه مهمه جاي من اجلها يسوع على الارض ويسوع اتمها اكملها عشان كده بيقول انه مجد الله الاب. تيجي تقول لي يا عزيزي المشاهد آه انا عايز امجد الله في حياتي. اقول لك اعمل العمل اللي وكلك عليه الله لكل انسان مؤمن كل انسان قبل المسيح يكون فدي الله اداله مهمه يقوم بيها على الارض فتره وجوده على الارض وعشان تمجد الله في حياتك تمم المهمه اللي وكلك عليها الرب والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم عزيزي المشاهد هنا يسوع بيقول له بعد ما اتممت المهمه اللي انت بعتني ليها للارض مجدني انت الان يعني بعد في وقت الصلب وبعد موتي وقيامتي والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك يعني اديني المكانه السماوية المكانة الروحية اللي عندك من بالمجد الذي كان لي عندك يعني المجد مكانته قبل ما يسيب السماء ادهاني مرة تانية يسوع بيقول لله الآب اديني مكانتي عندك في السماء قبل ما سيب السماء واجي الارض في سوره انسان. والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. قبل ما العالم يتكون يسوع كان موجود في السماء وكان لي مكان كمكان مكانه بمكانه الاب لان الاب والابن والروح القدس هم واحد. فيسوع بيقول له بعد ما خلصت المهمه بتاعتي على الارض اديني مكانتي اللي كانت لي عندك قبل تجسدي ونزولي للأرض عدد ستة عزيزي المشاهد أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك هنا يسوع بيقول للآب أنا أظهرت اسمك للناس الله الابن يسوع المسيح أظهر حقيقة الله الآب أظهر اسمه للناس لأنه محدش يقدر يشوف الله الآب لكن نقدر نشوف الله الآب في ابنه يسوع المسيح وعشان كده يسوع بيقول أنا أظهرت اسمك للناس تقدر تعرف اسمه يعني شخصيته يعني حقيقته هويته فيسوع المسيح بيقول لله الاب انا اظهرت هويتك للناس الذين اعطيتني من العالم واي ناس الناس اللي قبلوا المسيح الناس اللي اللي, اللي الله اخذهم من قبضة ابليس واداهم للمسيح يكونوا اتباعه الله الاب هو اللي بيعمل هذا الامر هو اللي بيفتح عيون الناس على حقيقه المسيح ليكونوا اتباع المسيح يبقى الله الاب بيعطي آه إن هؤلاء اللي اختاروا انه المسيح يكون فديهم الله الاب بياخدهم من ايد ابليس ويديهم للمسيح عشان يبقوا اتباعه ويكونوا مع المسيح حيثما كان حيثما يذهب كانوا لك واعطيتهم لي ليه كانوا هنا فعل الماضي ده كانوا لك يعني البشر كلهم كانوا ملك لله ولكن آآ آآ ابليس آآ امتلكهم عندما سقط ادم في الخطيه عندما سقط ادم وحواء في الخطيه في جنه عدن العالم دفع ليد ابليس اي ان البشر كلهم اصبحوا تحت قبضة إبليس كانوا لك يعني من قبل سكوت آدم وحواء في الخطية كان البشر كلهم ملكك ولكن طبعا بعد سكوت آدم وحواء البشر كلهم بقوا محكوم عليهم بالموت الأبدي جهنم وفقط عشان تخلص من هذه الدينونة والموت الأبدي عليك عزيز مشاهد أنك تؤمن بيسوع المسيح كرب ومخلص لك كيما يطهرك من خطاياك ويعطيك حياة أبدية كانوا لك البشر كانوا لله الآب وأعطيتهم لي وهؤلاء اللي هم قبلوني قبلوا المسيح مخلص شخص اليوم الله الآب أعطاهم حرية من العقاب الخطيه الابدي والمصير في البحيره المتقده بالنار والكبريت اعطيتهم لي هؤلاء اللي اختاروا المسيح يكون فاديهم الله الاب اعطاهم حريه وتخلصوا من قبضه ابليس واصبحوا ملك للمسيح وقد حفظوا كلامك يعني صدقوا كلمه الله صدقوا كلمه الله عن ابنه يسوع المسيح ويطبقوها على حياتهم والان علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك ايه هو اللي اللي اعطاه الله الاب للابن كلمته لانه يسوع والكلمه يسوع والكلمه فالان علموا مين هم دول الان اللي امنوا بالمسيح علموا علموا في قلبهم علموا آه عن اختبار علموا عن يقين علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك ايه اللي اعطاه الله الاب للاب كلمته كل كلمات الكتاب المقدس آه اللي اللي مقادة آه اللي لنا آه اللي اللي شفناها في المسيح كل كلمات الكتاب المقدس اللي شفناها في المسيح آه دي كلها من الله الاب، الان المؤمنين عالموا المؤمنين عالموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك كل الكلمات اللي تفوه بها يسوع المسيح هي كلمات من عند الله الاب، لان الكلام الذي اعطيتني قد أعطيتهم ويسوع قال لنا كل الكلام اللي عايز يوصله لنا الله الاب كل الامور اللي عايز يفهمها لنا الله الاب المسيح الهلنا في الكتاب المقدس وفتره وجوده على الارض وهم قبلوا آآ آآ إبلوا كلمات آآ آآ المسيح إبلوا كلمات الله على فم يسوع المسيح عزيزي المشاهد وعلموا يقينا هنا لما ما عايز الأول تقبل اقبل عمل المسيح في حياتك يطهرك من خطاياك ويفديك ويديك حياه أبديه ويديك طبيعه جديده ويكتب اسمك في سفر الحياه وتصبح ابن لله لما تقبل يسوع يفديك ويطهرك من خطاياك ويموت بدالك على الصليب وتقبل دمه اللي سال على الصليب يطهرك من كل خطاياك تعلم يقينا هي تقدر تقدر تتيقن من حقيقه المسيح تعلم في داخلك في قلبك في كيانك الاول عليك تقبل عمل المسيح الكفاري من اجلك وعندما تقبل آآ آآ تعلم في داخلك يحصل لك تاكيد في كيانك في انسان الباطن يعني يبقى عندك أه علم عن اختبار أه لأنه مكتوب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله مش مجرد معلومات في ذهنك لو قبلت المسيح يفديك هيحصل لك طبيعة جديدة بتتغير بيبقى لك طبيعة جديدة طبيعة أولاد الله وتعرف في كيانك في قلبك في داخلك أه تتيقن أنك اصبحت خليقه جديده وتعرف يقين ان يسوع هذا خرج من عند الاب لان الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم يسوع اعلن لشعبه امور عن الله الاب وهم قبلوا والمسيح قبلوا هذا الكلام وعلموا يقينا لما يقبلوا بيختبروا اختبار الولاده الجديده اني خرجت من عندك وأمنوا انك انت ارسلتني. اه يعلم اي علم اليقين وهذا اختبار في في قلبك وفي كيانك الداخلي وبتقدر تميز وتقدر تستوعب وتقدر اه تفهم وتتيقن ان يسوع المسيح هذا خرج من عند الاب. وامنوا انك انت ارسلتني وفي الوقت ده هتقدر تؤمن ان يسوع المسيح مرسل من عند الله الاب عدد تسعه من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني لانهم لك هنا المسيح بيعرفنا حاجه مهمه جدا عزيزي المشاهد ان المسيح بيطلب الغفران لكل اتباعه للمؤمنين به من اجلهم انا اسال بيسال ايه بي؟ بيسال انه الله الاب يغفر لهم خطاياهم لان المسيح دفع ثمن خطيتهم دفع ثمن خطيتي ودمن خطيتك لو انت عزيزي المشاهد قبلت يسوع يكون فديك يسوع بيسال بي الله الاب انه يغفر لك عن خطيتك لان المسيح دفع الثمن على عود الصليب من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم عزيزي المشاهد لو انت مش من من تبع المسيح مالكش غفران لخطاياك انتبه عزيزي المشاهد لو انت ما قبلتش يسوع يكون فاديك ومخلصك الشخصي خطاياك ما زالت عليك خطايا ادم اللي انت تورستها وخطايا اللي انت عملتها في حياتك ما زالت موجوده وهتدفع ثمنها ويبقى محكوم عليك بالموت الابدي فيسوع في بيطلب فقط غفران لاتباعه اللي قبلوه يكون فديهم وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي وأنا ممجد فيهم كل ما هو لي فهو لك أولاد المسيح هما أيضا أولاد الله الآب وأنا ممجد فيهم يعني يسوع بيظهر في حياة أولاده ولست أنا بعد في العالم وأما هؤلاء فهم في العالم وأن وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن عزيز المشاهد يسوع بيطلب بيقول أنه أنا لست في العالم يعني إيه يسوع هينتقل من الأرض للسماء بعد أحداث الصلب والقيامة يسوع انتقل للسماء أنا لست, لست أنا بعد في العالم بجسدي واما هؤلاء فهم في العالم المؤمنين بيسوع ما زالوا موجودين في الارض باجسادهم وانا اتي اليك المسيح ذهب للاب ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك يسوع بيطلب من اجل حمايتنا حمايه ايماننا يعني يسوع بيطلب من الله الاب انه نستمر في الايمان بيطلب من اجل ابنائه انهم يستمر في الايمان ويحفظ روحهم من الهلاك احفظهم في اسمه الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن ويطلب ايضا وحده يكون في وحده بين المؤمنين عزيزي المشاهد هنا يسوع بيهتم جدا بالوحده بين المؤمنين لان هذا عمل الشرير بيحاول يفرق بين المؤمنين ولكن يسوع بيطلب من اجل ان المؤمنين يكونوا في اتحاد دائم حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك الذين اعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك ليتموا الكتاب. عزيزي المشاهد وقت وجود يسوع على الارض كان يسوع بيحمي اولاده ويحمي اتباعه ويحمي المؤمنين بيهم يحمي ايمانهم من انهم يتزعزعوا. وهلك فقد الذين اختاروا لنفسهم ان طريق ابليس زي يهوذا سمعان الاسخريوطي اللي هو رفض المسيح يملك عليه فهذا هو ابن الهلاك اللي بمحض ارادته رفض ان يملك المسيح على حياته وبالتالي انتهى الامر به الى انه قتل نفسه ومصيره في للهلاك الابدي عزيزي المشاهد بنعمه الرب نكمل معا في الحلقات القادمه ولالهنا كل المجد الى الابد امين